طبعا عندنا كلام كتير نتكلمه عن ماتش النهارده وعن الفكره نفسها بتاعت ان احنا عندنا دلوقتي يعني مدير فني جديد كابتن ايهاب جلال، اكيد بنتمنى له كل التوفيق. ولو هنتكلم عن توقعاتك لمنتخبنا بشكل عام مع كابتن ايهاب جلال مش بس على ماتش النهارده، ما تيجي ناخدها من اواخر فتره كيروش، يعني بناء على اللي شفناه مع كيروش، في رايك وفي رؤيتك كابتن ايهاب جلال لازم يتحاشى ايه الفتره الجايه؟ هو طبعا لازم الفترة بتاعت كروش على فكرة ما كانش فيها نجاح، انما الاداء كان كويس، وبرضه احنا وصلنا للمباراة النهائية في كأس الأمم الأفريقية، وكنا يعني قاب قوسين او ادنى في المباراة النهائية بيننا وبين السنغال على الوصول لكأس العالم. واعتقد الاداء كان كويس جدا، وال مش هي النتائج النهائية ما كانتش طبعا موفقة، انما برضه هي نتائج كويسة. تولي مسؤوليه بتاع يعني كابتن ايهاب جلال، نتمنى له كل التوفيق ان شاء الله. هو برضو المدرب الوطني بتبقى برضو ليه مميزات ان هو يتولى منتخب مصر. طبعا تواجد الكابتن ايهاب جلال في الدوري الممتاز لعده سنوات السابقه دي، عارف اللعيبه كويس بقدراتهم وامكانياتهم بالظبط، عنده رؤيه كويسه جدا لكل لعيبه اللعيبه المصريين موجودين في البطولات المحليه. اعتقد طبعا ما فيش شك بيتابع برضو اللعيبه اللي هي المحترفين في الخارج، فدي ميزه ليه يعني الحقيقه. وهو يعني اعتقد يعني توليه للمسؤوليه، اعتقد هو جدير بالثقه ديت، يعني نتمنى له كل توفيق. انا بعتقد المعنويات يعني المتواجده في المنتخب معنويات جيده يعني، واعتقد الفترات السابقه المرحله النهائيه ما كانش في نتائج، انما اعتقد الاداء، وبرضه زي ما قول اتفقنا ان احنا نوصل المباراه النهائيه في كاس الامم الافريقيه، والمباراه كانت مؤهله لكاس العالم لقطر اللي هي 2022. فانا يعني الاجواء كلها تفاؤل الحقيقه، يعني ان شاء الله يا رب. واعتقد اللعيبه عندها ثقه في نفسها، وبرضه الكابتن ايهاب جلال اعتقد يلقى هذه الثقه برضه من اللاعبين بتواجده الحقيقه وادائه في الفترات السابقه اللي هي يعني رشحته ان هو يكون المدير الفني لمنتخب مصر. فالاجواء اعتقد فيها تفاؤل، ان شاء الله لا يبقى الا توفيق ربنا ان شاء الله.